مساء الخير عليكم، تمنى تكونوا بخير وعلى خير. ضيفة حلقة اليوم نقدروا نعتبروها نجمة من نجمات الويب، تخلات على القراية ديالها بسبب السوشيال ميديا والشهرة، واليوم قررت أنها ترجع لقرايتها. معنا فاطمة الزهراء الساير، مرحبا بك. ربي يخليك، شكرا بزاف. نبداو المحور الأول باختصار. باختصار زهرة، كدير اليوم؟ انا حاليا كنقرا، وكيف ما كتشوفي انني كندير لي فيديو في لي ريزو سوسيو، انستغرام، داكشي ضاحكه وناشطه وصافي، هادشي اللي كاين. وكنستغل حتى السوشيال ميديا يعني باش كتخدمي. اكيد كيجيوك فرص زوينين فيها، يعني في الخدمه شحال من حاجه كتكون زوينه. اليوم كتقراي في لافاك ياك؟ وي. وكنتي تخليتي على القرايه ديالك تحت ماما؟ تخليت واحد الفتره، ما بقيتش كنقرا. يلا غادي ندوزو المحور الثاني، الأجوبة الصعبة، وتجاوبيني على هذا السؤال. أجوبة صعبة، عاودي لي. علاش تخليتي على القراية ديالك؟ تخليت على القراية ديالي في واحد الفترة. المهم أنا كنت غادية مزيان زعما في القراية ديالي. أبخي جات، يعني جا أنني تعرفت في لي ريزو سوسيو، ما كنتش متوقعاها. أنا كنت واحد الإنسانة ما عزيزش عليا مثلا نكون مثلا الانظار كاملين يكونوا عليا، فهمتيني؟ صافي جات واحد الفتره كانت جاتني واحد لا ديبرسيون خايبه. ديالاش؟ و شوفي، كان ضروري كيكون سبان في لي كومونتير، وهذا انا كنت في ديك الفتره الاولى جاتني صعيبه بزاف. كانوا غير في السوشيال ميديا ماشي في الواقع، كانوا شي مره في الواقع، وداكشي اللي خلاني انني نحبس واحد الفتره القرايه. كنت مثلا كنت مغاده في لافاك، حتى كنسمع شي حد كيقول شي هضره خايبه، وانا ما كنرضاش. انا ما مولفاش على انني نكون غاده وشي حد يقول لي هضره قبيحه. انا ما كنبغيش مثلا تخسر الهضره او شي حاجه متعلقه بانني كندير لي فيديو ولا شي حاجه، وكنت كنتاثر بزاف، فما كنتش مولفه على ديك القضيه. انا مولفه على انني ترونكيل، غادي بوحدي مع صحاباتي بحال اي بنت. فقررت ما بقاش نمشي، قلت بلا ما نبقى نمشي اصلا، نبقى نسمع غير الهضره وهذا صافي. بقيت جالسه غير الدار، ودازت عليا واحد الفتره صعيبه. ولكن واخا كنت قلت اجي نكمل في لي ريزو سوسيو، انا عجبني داك، عجبوني لي فيديو اللي كندير، ما كنديرش حاجه قبيحه. والقرايه ديالك شنو قال لك الاب ديالك؟ بابا ما بغاش. بابا كان ديما كيتخاصم معايا على ود القرايه. بابا انا ما كنقدرش نمشي لافاك، راه كنسمع السبان، كنسمع صافي. بقى قال لي صافي ديري اللي ارتحيتي فيه صافي. من بعد فاش شافني فحال هكا قال لي انا كون كنت عرفت هذا الشيء انه غادي يخليك انك تخلي على القرايه ديالك في هذه الفتره هذه، ما كنتش اصلا غادي نوافق. لحقاش هو في الاول فاش شافني غاده في لي فيديو وداك الشيء، وكان كيعجبو داك الشيء اللي كندير، قال لي صافي كملي. ما كانش حسابو بلا داك الشيء غياثر على القرايه ديالي. حبستي القرايه شحال ديال الوقت؟ حبست تقريبا ربع سنين. تقريبا ربع سنين، 3 سنين بس. المهم حبست واحد الفتره. نسول الدراسي عندك الباك ديالك؟ وي عندك الباك. دونك لافاك هي اللي ما كنتش كتمشي لها؟ واه ما كنتش كنمشي، وحتى دابا حتى هذا العام يعني ولو قررت انني نرجع، ولكن كنت دابا انا كنت دايره استواغ سيفيليزاسيون صافي. من بعد فصراتي ما بقيتش قادره نركز، فقلت نخلي حتى العام الجاي على ما نتكونسونطري مزيان، نعرف شنو غادي ندير. باش ما حسيت براسي ما غاديش نعطي في هذا الشيء اللي غاده فيه مزيان، على ما نفكر ونشد طريق وحده. الربح ديال هاد السوشيال ميديا واش كيكفيوك شهريا؟ شنو نقول لك، هو لي ريزو سوسيو راه فيهم فلوس، ولكن ما نقولكش انا عواله عليهم 100%. هذيك واحد شي حاجه المهم كتستغلي مثلا لي فيديو ديالك، كتستغلي انك في هذا الشيء، كيجيوك اشهارات، كيجيوك فرص زوينين، كتقولي علاش لا. ولي فيديو ديالك كيفاش كتخدمي معاهم؟ باغ اكزومبل غادي يجي كيكون هو كيبروبوزو لك باغ اكزومبل بلان داكسيون، ولا انت من راسك كتبروبوزي ليه الفكره؟ بحال دابا الاكثريه اللي كنخدم معاهم كيعجبهم الافكار انا اللي كندير. مثلا انا انت لا كونسيبسيون من عندك؟ كل شيء من عندي. مثلا كتجي عندي شي مارك كتبغي اشهار البرودوي ديالها، بيان سور حتى كتكون شي حاجه اللي مزيانه، ما نديرش لاي حاجه. وكنجيب افكار من عندي، الفكره كتكون من عندي، كنكتب انا، كنصور بالتليفون ديالي. سي تري بيان، صافي شي حاجه زوينه كتجيك من عند الله سبحانه وتعالى وصافي.
فهاد السوشيال ميديا كنشوفك بانك ما مصاحباش بزاف مع الناس، مصاحباش مع الاصدقاء، علاش؟ انا ما عنديش، عندي اصدقاء ولكن بعادين عليا، ما فاس ولا هذا زعما يجيو عندي ولا نكون كنتلاقى مع شي حد كل نهار، لا ما عنديش، انا بوحدي. علاش؟ انا اكثريه كنبقى في الدار، كيعجبني بزاف نبقى في الدار بيتوتيا. انا كنلقى راحتي في الدار، كنلقى راحتي بوحدي، عايشه السعاده مع راسي، فريمون فرحانه بزاف في حياتي، في لابول ديالك فرحانه بزاف بزاف في حياتي، احسن ما انه اي الا جاوا شي ناس زوينين دخلوا في حياتي مرحبا بهم ولكن انا اكثريه ديما بوحدي. كيقول لك اللي كيضحك بزاف الدخل ديالو كيكون شويه ديال الحزن، غير هو كيضر لكم. شوفي هو الحزن اللي عشتو خايب اكثر من اللي كتصوري، بالخصوص في هاد العامين الاخرى. الام ديالك؟ لا ابار على ماما. عشت واحد الاكتئاب خايب خيب من اللي عشتو الاول. المهم راه داز عندي بزاف ديال الحاجات قباح وبسبب شي حوايج اللي ما نقدرش نقولهم، ولكن الله عاونني باش خرجت من داكشي اللي كان صعيب بزاف. غير لمحي خرجت الحمد لله، انا فرحانه حيت خرجت من داكشي اللي كنت فيه. كنت مشيتي عند شي طبيب؟ فرحانه بزاف. مشيتي عند سيكياتر؟ مشيتي قول لي عندك. لا 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 باش نكونوا بين قوسين، اللي كيمشي عند طبيب هذا لا يعني بانه راه مسطل. عاودي لينا. شوف برنامج بلا زواق هو برنامج باش كنتقربوا للناس ديالنا، حتى اللي غتبقاي تضحكي دائما. انا بحالي بحالك اكثر منك، مي ان سيغتان مومون كنحياو، وان سيغتان مومون الا بارطاجيتي كترتاحي. شوفي هو انا بالعكس دابا هادشي اللي وقع ليا ماشي انا ماشي هادشي ماشي خلاني زعما راني محطمه دابا، انا كاع محطمه بالعكس، انا فرحانه غير حيت تفكرت كيفاش كنت وكيفاش وليت. انا فواحد الفتره تجاوزت داكشي كامل، انا فرحانه حيت وصلت لهاد المرحله هادي وكنت بوحدي. شفت بقيت كنشوف والديا كيتعذبوا معايا، بقيت كنشوف بابا هكا كيبقى كيشوف فيا كيقول لي انا وليت كنتمنى غير داك الضحكه اللي كنشوفك ديما كتضحكي. نوضي ديري شي فيديو وضحكي، ضحكي مع الناس اللي متابعينك ونوضي غير نشوفك غير داك الضحكه اللي كنتي كتضحكي. كنت ضعافيت و كنشوف غير الظلام، كنشوف حياتي كامله ظلام، ولو واخا كنبغيش نحبس كنوض. عرفتي في داك الظلام اللي كنشوف في حياتي ونط وكنوض وكندير فيديو وكنكتب افكار وكنوض وكندير فيديوهات والناس كيضحكوا وكنفوج على راسي، والله عاوني بزاف بقوه داك الظلام اللي شفته في حياتي. صافي الله بوحدو اللي عاونني، وداكشي علاش انا فرحانه بزاف وربي يجبر بخاطري. ما نقدرش نوصل من عند الناس ولا من عند الله. شوفي هو الاكثريه مني، منك، مني انا، حيت انا دخلت لحياتي ناس اللي تسببوا لي في داك الشيء، فهمتي؟ ولكن ربي يجبر بخاطري. وخلي هذه المرحله ديال الاكتئاب ما كنتي مشيتي عند الطبيب ضروري تمشي عنده؟ اكيد مشيتي عنده. هو عاونك؟ لا ما عاونيش. داك الشيء ما بحال هكا كتبغي تصبري راسك، فهمتي؟ بحال هكا كتبغي تقولي حقا غتمشي، ولكن لا، شي حاجه في الثانيه ربي اللي غادي يعاونك فيها. صحيح الايمان بالله كيعاون. كنتي كتشربي الدواء ولا لا؟ لا ما مشيتش لديك الدرجه. غير كتعاودي ليه؟ هو كانوا اكيد كيعطيك دواء ولا هذا، ولكن ما كتامني بالسحور؟ لا داكشي ما عمري فكرت فيه. ما كتفكريش فيه؟ لا ولكن عمرك ما حسيتي به؟ بقيت كنسمع فاش كنت انا في ديك الحاله بحال هكا كنسمع ناري وقال شي. لا كنقول محيده لي عندك الافكار، ما عنديش معاهم نهائيا، ولو حتى شي واحد بغى يدخلها لي في بالي ما غتدخلليش لبالي نهائيا. ولا داكشي شنو كان كيقول ديك الساعه فكي كيشوف بنته كتشوف غير الظلام؟ دابا كتكري هذه الجمله، كتشوفي غير الظلام. انا صافي فاش وصلت بيا القمه ديال صافي الحياه وقفات، مشيت عند بابا بقيت كنقول بابا انا مزوقه فيك نقدني صافي، راه الله اللي عندي وانت الامل الواحد، صافي عاوني في هذا الشيء اللي انا فيه. انا بابا بكى عليا بالبكاء في ديك اللحظه. باش عاونك باباك؟ بابا هضرته زوينه بزاف، فهمتي؟
عاوني بزاف ديال الحوايج، ما عمري غنسى خيرو، واخا شنو ما درت ما غاديش نعوض ليه لا هو لا ماما. عندي واحد الاباء غزالين الله يخليهم لك. والله الا عاونوني بزاف الله سبحانه وتعالى عاونني. وشوفي الاسباب كيفاش جاو انني في داك الظلام وفي داك الشيء اللي كنت عايشه، جاتني واحد الفرصه انني نشارك في برنامج كبير ديال الغناء. ومشيت صافي. فاش انا نقول لك واحد الحاجه، انا كانت الامنيه ديالي انني نمشي لمكه، الامنيه ديالي الكبيره في الحياه صافي، ما بغيت والو. كنت باغا نمشي لمكه من الصغر، وانا كان دائما كنحلم بها، دائما كنت كنحلم انني كنطوف في الكعبه دائما. وصافي تخيلي عيطوا لي انني نشارك في واحد البرنامج كاين في السعوديه. درت اذا هذه شي حاجه باش غادي نمشي، هذا شي سبب داروني الله باش غادي نمشي لتما. مشيت تعرفت على ناس زوينين، ناس اصدقاء كيبغيوني، كنبغيهم من كل قلبي، ناس كانوا كيتعاملوا معايا واحد التعامل بوحدو. بقيت معاهم المده ديال شهر، ولو تقصيت من البرنامج تقصيت، ولكن حسيت بلا السبب كامل باش مشيت انا لتما، باش ربي يجبر بالخاطر ديالي، حيت كنت ديك الساعه عايشه واحد داكشي في شكل ما نقدرش نوصفه لك. مشيت تما بقيت شهر، من موراها مشيت لمكة، وهما اللي داروها ليا كادو. مشيت لتما عشت واحد الاحساس عمري ما نقدر حتى نوصفه لك، داكشي ماشي زوين كثر من زوين، داكشي بوحدو واحد الاحساس في شكل. تما تسالى الاكتئاب، تسالى الظلام، تسالى داكشي كامل. بقيت كنقول ما يمكنش، واش هاد زعما واش انا درت شي حاجه زوينه في حياتي لدرجه ربي جبر بخاطري؟ شوفي كيفاش انا كنتمنى نمشي، عمري ما توقعت انني غادي نمشي لتما، ما عمري توقعتها في حياتي. انا كنتمنى وكنقول شي نهار وغادي نمشي. يا ربي الجميع مشيت لتما، عرفت انا تما ما متيقاش. تخيبي لك تدوزتي في هذه المرحله الاكتئاب من غير البكا وما بقيتيش كتاكلي؟ كنبغي نجلس بوحدي الظلام. بقيت بعدا واحد البيت كنت كنجلس فيه دائما، زاد كمل عليا. واحد البيت كنت كنجلس فيه دائما، ما كنخرجش منه، كانوا ديما كيقول لي غير خرجي من هذا البيت، خرجي شمي الهواء. شنو نقول لك؟ هاد الناس واش اثروا فيك؟ غير كانوا اصدقاء ديالك؟ كانوا اصدقاء، ولكن والله العظيم ولو هكا كنتمنى لهم الخير، ما كنتمنى لهم كل الخير، ما كنكرههمش نهائيا، بالعكس راه كانوا سبب باش انا وليت هكا، ولات كنحس براسي مزيان، وكنحس بالداخل ديالي زوين اكثر من اللي كنت. تبدلت انا، كنحس براسي تبدلت. كانوا كيلعبوا لك في العقل ديالك؟ لا العقل ديالي كان تخربق. كانوا كيلعبوا لك على الدماغ ديالك؟ تخربق. لا فاش كيكونوا ناس توكسيك في حياتك خايبه بزاف. داكشي علاش قررت نبقى بوحدي. احسن كنبقى بوحدي والله العظيم، والله سلمى الا اقسم لك يمينا لا عايش السعاده. هذه علاقه حب كانت مع شي شخص؟ لا ما ماشي علاقه حب. المهم علاقه، نقولوا علاقه، اصدقاء وصافي. شو هذا الضحك درتي؟ ضحك ويلي. هاد دابا عاد فهمت عادي. لا ماشي، لا ماشي هذا، ما نحددش نوع العلاقه، ماشي علاقه حب، ما كنتيش. ولكن راه انا شتي، انا كنشوف راسي الشخصيه ديالي اللي كانت هي السبب اللي كثر. ما نبقاوش حنا ديما نرميو اللوم على الناس، ايوه حيت حنا شي مره نقدروا نكونوا توكسيك شي مرات. صحيح صح، فهمتي؟ ما نبقاوش ديما نرميو اللوم على الناس، شي مره حتى الشخصيه ديالك، وخص البنت ديما تكون عندها شخصيه قويه، ما تخليش اي حاجه تاثر عليها. فانا هادشي اللي تعلمته، داكشي علاش بقيت بوحدي. احسن حاجه، احسن. انا فرحانه بزاف، انا حاليا عايشه حياتي مزيان، فرحانه بزاف، ثقه في الله. كتحاولي تقوليها كل مره، كنت تداوي ناسك بصحه كاينه. وما خايفاش من شنو غادي يجي، ولو تجي شي حاجه خايبه، حيت انا عارفه الحياه فيها الزوين والقبيح، ولو تجي شي حاجه خايبه انا ثقه في الله انها غتكون غير شي سبب لشي حاجه زوينه ان شاء الله. شوفوا واحد الصوره كنتي دايره الحجاب، والصوره من بعد، قبل وبعد. الصورة كانت في واحد البرنامج فولورز ديال أمل صقر، سميلة ومراد الشابي في تيلي باغوك. علاش حيتي الحجاب؟ علاش؟ ضحكتي. ما عندناش الوقت، بلا زهاق. علاش حيتي؟
شوفي انا نقول لك الصراحه، انا مش حال هذه كان ما كنت راك عارفه الصغرى تبغيت شعرك تدري بشعرك شي حاجه كيعجبك هكا شعرك تقاد بهذا الورق قررتي انك ما انا ما كانش الحجاب هذا ما كانش هذا حجاب ولا زيف؟ لا ماشي شوفي الحجاب ماشي انا ما كنشوفوش هذا هو الحجاب ما كنشوفش هذا هو الحجاب نهائيا. كنت فاش كنت صغيره كان فهمتي راك عارفه الوالدين كيخافوا عليك كيقول لك لا غادي ديريه كان بحال كعارفه الوالدين يقول لك لا غادي ديريه فهمتي وكنت انا غير كنغفل كنغفل بابا ولا شي حاجه كنحيدو كنقول بابا شي مره كنقول بابا راه ما تعجبنيش كيقول لي لا غتخليه كيكونوا الوالدين ديالك كيخافوا عليك كيقول لك لا غادي ديريه لا فهمتي داكشي علاش انا كنت دايره صافي جات واحد الوقيته شفت راسي بحال جالسه كنلعب مره كنحيد ومره كنخليه قلت خليه حتى انا راه مقتنعه به 100% حيت هذا راه فرض ماشي اجي شي حد يقول لي لا واش ما مقتنعاش به هذا شي حاجه اللي كتكون فرض على البنت او على اي واحد صافي هذيك ما فيهاش النقاش هذيك راه مقتنعين به حنا 100% صح فهمتي والاب ديالك شنو كان رد الفعل فين شاف صافي حيدت الزيف ما بغاش ولكن صافي من بعد الرؤيه ديال الناس اللي كانوا كيشوفوك بالزيف ومن بعد ولاو كيشوفوك بلا زيف كانوا دي كومونتير كيقول لك عادي فهمتي هذاك الشيء هذيك رده الفعل عادي وفي الزنقه كنتي كدير الزنقه ما عمري سمعت شي حاجه على يعني كيتحرشوا بك بالزيف ولا ماشي بلا زيف كيتحرشوا بك الناس يعني في الناس تحرش هو في الزنقه راه كيتحرشوا على كلش كنت شفتك بانك اتجهتي للمجال ديال التمثيل ياك اه الحلم ديالك تكوني مغنيه ولا ممثله اليوم مغنيه ولا ممثله اللي جا هو هذاك ما عندكش طموح بالضبط شوفي انا الزهر ما عنديش في الغناء انا الغناء ما عنديش فيه الزهر نهائيا ماشي الزهر ولكن مكتب حاولت فهمتي انا تنغني في لي فيديو ها هما الناس كيعجبهم صوتك كلشي ولكن كنبغي ندير شي حاجه ما كتصدقليش عادي حيت كون كانت مكتب راه كنت غنكمل فيه شوفي انا معتليه في الضحك في الضحك النشط ولا فيديو ديال الضحك كيبقى في الحافي كتشوفي شي ناس يعني واخدين عندهم الزهر في مجال الغناء واكثر من بالعكس بالعكس كل واحد ورزقه في هذه الدنيا علاش يبقى فيا الحال انا ربي عطاني القبول في هذا الشيء اللي كندير في الضحك فوالا في الضحك والنشاط وفي الغناء ما مكتابليش كون كان مكتابلي كون راني كملت عادي وهذوك الاخرين اي واحد ربي عطاه شي فرصه هذاك راه ربي مكتب ليه رزقه في داك الشيء في تمثيل او في غناء او في شي حاجه كل شيء بالمكتب وكل واحد رزقه اخر مره بكيتي انا شي مره كنبكي فاش ما كيتقاديش ما كيجزوني ولا كيستريسيوني فاش كك لا تبي بكاء ديال بصح يدير لي هذا البكاء ديال الزواق ديال بصح فوقاش زعما شي حاجه لا شي بكى لي خايب لا شحال هذا عطيني غير اخر مره بكيتي اخر مره فوقاش شي بكى ديال بصح ماشي البكى ديال حيت حنا البنات ديما كنبكيو على قد هكا باش تعاودي لي التجارب شوف برنامج خاص تعاودي لي التجارب باش الناس كيتقربوا منك يعرفوا كيفاش دايره فهمتي صح الا تبقاي تهضري بحال هكا هي بالضحك ما عمرك ما غادي دير قدام عطيني العبره عطيني شنو نستافدوا منك عطي للناس اشنو يتقربوا منك كشخصيه كشخص علاش غيتبعوك من غير الفيديوهات اللي كديري ديال الضحك فهمتي نسي دابا الضحك بروفيسيونيل اكثر فهمتي عطيني تجربتك اخر مره بكيتي انا اخر مره بكيت كنت غير جالسه هكا مع راسي وتخيلت انه غادي يجي واحد النهار اللي بابا وماما غادي يموتوا تخيلت داك النهار اللي غادي نشوف مثلا بابا ميت واخا انا كنتمنى انني نموت قبل منهم انا هذه امنيه تمنيتها فاش كنت في داك المقام اول امنيه تمنيت فاش كنت تما قلت يا ربي نموت قبل من والديا وما نشوفش داك المنظر علاش كتخليك انك تفكري هذه من الافكار القباح اللي شي مره كيجيوني في راسي كنخاف هذه الحاجه اللي والله ما كاين شي حاجه مخوفاني اكثر من هكا ولو هو مكتاب والاعمار بيد الله ولكن انا ما بغاش نشوف داك المنظر ما بغيتش نشوف شي نهار والديا هكا كيموتوا ولا بابا هكا غيموت التعامل الزوين اللي كيتعامل معايا غير واحد النهار
غاديش نلقى بابا، ما لقاش ماما اللي كتعامل معايا زوين، ما تكونش الدار عامره، ما كنتخيلهاش. اولا كنشوف شي حد مات ليه باه او مات ليه مو، كان خصنا نتخيلوا حتى علاش حسيت ديال الاراده ديال الله، اه ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن باش صدمه، ولكن هذه إيه انا دائما عندي، ولكن ديك البلاصه كيتحقق فيها الامنيات، وانا مشيت واول امنيه كانت هي هذه، حيت هذه هي اكثر حاجه غادي تقتلني. الا عاودتي مشيتي دابا اه، شنو هي الامنيه اللي غادي دير من غير هذه؟ الا عاودت مشيت غنتمنى انني نمشي كل عام بزاف ديال المرات، نمشي دائما تمشي تما ترجع، نمشي دائما اولا نعيش تما قريب من مكه، نعيش تما قريب ليها حداها باش نبقى نمشي دائما. كديري دي كوشمار شحال هادي؟ اه بحال هاد لي كوشمار زعما احلام قباح فاش كنا شحال هادي كنت كنحلم احلام قباحين بزاف، ولكن من بعد لا ضروري في داك الوقيته كيكونوا احلام كتنوض قلبك غادي يخرج. انا دائما كنت كنحلم شي حوايج قباح، بحال كنحلم الجنون، كنحلم داكشي في شكل حيت كيتخيل لك داكشي قبيح، شي حاجه قباح. كنت كنحلم بزاف هذوك الناس اللي ضروني كنت ديما كنحلم بهم، هذيك الحاجه هي كانت كتزيد تمرضني. شنو نصيحتك للناس اللي يبعدوا من هاد الناس اللي هما الناس توكسيك؟ لان انا تنعست منهم بزاف ديال الناس، جو سوي سيغ تاهما دازو كيعيشوا معاهم وكتبقاي راه تا البروبليم، كتعيقي به بانه راه في ارهاب مريض راه توكسيك راه كيمرضك تنتيا، وكي راه كتبقاي عايشه مع ديك الحاله، كيفاش ديك ليك ديالك وكيفاش فقتي من قلبها وعلى سلامتك؟ اول حاجه ما تدخلوش الناس توكسيك لحياتكم، ولا شفتوا شي واحد او حسيتوا بشي واحد كيطيح منكم قد هكا بعدوا عليه. اللي كيطيح منكم يقد هكا ولو غير بالضحك، يدير راسو غير كيضحك بعدوا عليه. انا كنفضل ان الانسان يعيش بوحده او البنت تعيش بوحدها بلا صحاب بلا حتى شي واحد وما تمرضش، لكن شي حد غادي يمرضك غير بعد عليه. بقى مع الناس اللي كيعطيوك طاقه ايجابيه، الناس اللي كيعطيوك طاقه سلبيه باي شكل من الاشكال بعد، هربوا من الناس اللي كيعطيوك طاقه سلبيه، هربوا منهم، ما تخليهمش في حياتكم حيت غيمرضوكم وغتشوفوا غير قبيح في حياتكم، والهلي يوريكم القبيح، وخليكم ديما متفائلين وخليكم ديما مع الله وغادي يكون معكم وغيعاونكم في كل شيء. ونعم بالله، لان هاد الناس شنو كيديروا في الاول؟ كيستغلوا، كيبقاو يطيحوا منك وانت يا غاده هذا هو السبب، ما كيشجعوك ما والو، بالعكس يطيح من القيمه ديالك، ما كيشجعكش كيطيح بيك. هاد الشيء كنت قريت وانت غتقولي لي واش بصح ولا ماشي بصح، كانت عندك علاقه مع شي فنان وما كتبش، شحال هادي؟ هادي داكشي كنت باقا صغيره ما كاين علاقه، لكن كانت شي حاجه فهمتي، تخطبنا واحد المده ولكن صافي ما بقيناش. علاش ما كتبش؟ واحد المده قصيره بزاف. مغني هو؟ اه مشهور؟ وي ديالك علاش ما كتخدميش؟ اه عندي، ولكن ما كنحطش فيها بزاف ديال الحاجات. علاش ما كتستغلهاش؟ دابا انا فلاشين ديالي عاد وصلني انني ممكن اني زعما نربح منها فلوس، شحال هادي ما كاينش في الكود. ولكن باقي ما كنحط شي حاجه، كنفكر انني نهار غنبدا غادي تكون ندير شي حاجه اللي تكون واعره. الجديد ديالك؟ الجديد ديالي زعما في شي الجديد ديالي، انا ديما كاين الجديد في لي فيديو ديالك، ضحكي الضحك كلشي الطاقه الايجابيه كلشي في الانستغرام. يلا سمينا صوتي قبل ما نختموا الحلقه، عطي لي شي مقطع بالملحون ولا شي حاجه اللي بغيتي، اللي جا على خاطرك. شمس العشيقات غربت واستعبرت عيني من الفرقة، على الشفقات سطرت حين غيبت ترتي على الورقة،
يا شمس العشية ما هي إلا تغيب بالله رفقة، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترفق عاليا إني في الملح قد زدت عشقا، في الوادي المدهد في الوادي المدهد. شكرا، برافو عليك. خاصك تكملي فهمتي، فوفا فخدي بروجي لي كونتاكت هما راه كيعاونوا واحد شويه فهمتي، ما تحبسيش على راساتك وبركة من الظلام. لا 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 سالينا الظلام، صافي سالينا. شكرا لك بزاف. تعطيني اخر كلمه للجمهور ديالك اللي كيتبعك. بغيت نقول اولا شكرا لك على الاستضافه، فرحانه حيت شفتك، فرحانه بزاف الناس زوينين. مرحبا. شكرا للناس اللي كيتابعوني واللي كيشجعوني، وحتى الناس اللي كانوا كيديروا دي كومونتير قباح، فانا استفدت منكم بزاف ولو سبان ولكن صلحت شحال من حاجه. شكرا حتى للناس اللي كانوا هما السبب فاش وصلت لديك الحاله، لحقاش ولات شخصيتي زوينه بزاف. انا كنقول لكم وليت حسن وحسن وحسن، وليت قويه اكثر، وباقي غادي نكمل بجهد الله. شكرا لكم، ما كنكرهكمش، واخا هكاك يعني راكم عزازين عليا. شكرا لك، شكرا لك بزاف. تفتح الجلسه ديال التعاليق، هما اللي غادي يحكموا واش كنتي زواق ولا بلا زواق في الاجوبه ديالك. كخوا مو كيف التعاليق توحد ما غادي يسبك، لان الجمهور بلا زواق ما كيسبش الى الحلقه القادمه.